أستاذ أحمد، سلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك يا أستاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل متابعينك في كل مكان. يعني امبارح أبو ظبي ادت الأهلي الأول والأكثر شعبية، أول امبارح شعار الأهلي الأول على مستوى العالم، ماركة بتختار استاد الأهلي، استاد القاهرة، استاد الأهلي اللي خد عليه بطولات ليتم اختياره الأول على مستوى العالم من حيث لعب النادي الأهلي عليه. الناس فهمها غلط، مش إنه هو ملعب الأهلي، عشان في ناس بهايم قال لك مال استاد الأهلي. يا جماعة اختار أنت الاستاد اللي حصلت عليه بطولات، اختاروا استاد القاهرة أفضل ملعب لعب عليه النادي الأهلي وخد عليه بطولات، خد المركز الأول. نعمل إيه يا عم أحمد دلوقتي؟ نولع في نفسينا يعني ولا نعمل إيه دلوقتي؟ لا طبعاً ابو سنيدة انا عايز اغني رامز جلال نجم اليوتيوب. لا الاول تقول ايه؟ انا اقول لك وانت تقول ورايا. مرتضى خسر القضيه يا حبوب، ورامز جلال نجم اليوتيوب، رامز جلال، رامز جلال اداله السنه الثالثه على التوالي تقف ولا اغنيه حلوه. طبعا. لا طبعا الاستفتاءات اكيد يعني كل الجماهير بتتسابق عليها، ويمكن فعلا استاد القاهره بيتصدر استفتاء صحيفه الماركه الاسبانيه كونه ملعب النادي الاهلي. يعني هم كاتبين يعني كايرو ستاديوم بين قوسين الاهلي، يعني ده ملعب النادي الاهلي. فنادي الاهلي بيتصدر الاستفتاء طبعا على اعتبار يعني انه ملعبه، لكن في نفس الوقت اكيد استاد القاهره يعني كل الناس بتذكر بكونه يعني احد اهم الاستادات على مستوى العالم، ولكن استاد القاهره بيتصدر استفتاء صحيفة الماركة الإسبانية يعني حتى يعني منذ دقائق أو منذ وقت قصير كان 99,000 صوت، وكان ملعب سانتياغو برنابيو 31,000 صوت، بعد كده الكامب نو بتاع برشلونة 19,000 صوت. فحلاوة الاستفتاءات إن كل الناس بتشارك فيها على مستوى العالم، لكن أكيد جماهير النادي الأهلي سعيدة بفوز شعارها كأجمل شعار في استفتاء صحيفة الماركة الإسبانية، بعد كده فوز النادي الأهلي باستفتاء أبو ظبي. يعني يمكن رغم توقف النشاط الرياضي لكن المنافسة بين الجماهير ما زالت مستمرة ومسلية في الحظر ورمضان. وحمادة شادي وأحمد عويس الحرب مولعة في ال أحمد عويس أنا متابع أحمد عويس قال له إيه؟ قال له حمادة كفاية خلصت البقعة على إلغاء الدوري. الاثنين جمال لو منا كل تحية وتقدير طبعا حتى في الهزار. طبعا حاجة جميلة ومفيش غروب عن النص والدنيا ظريفة. لا 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 حمادة شادي من الناس، حمادة شادي من الناس الجمال المحترمين، ويا ريت كل الناس تبقى زيه. واحمد طبعا حد جميل ومحترم، ده اهلاوي وده زملكاوي عاملين حالة، وانا دخلت وسطيهم بحاول اصيد في المية العكرة يعني عادي مفيش مشاكل. كمان انا عايز بس ابدا معاك بسؤال حلو جدا جالي دلوقتي على الهوا من اداره النادي الاهلي، ان بيقولوا لي يعني ما كنا نود ان احنا نقول لك كده، ولكن بنشكرك على شكرك لينا على ان احنا على موضوع العمال والموظفين والرواتب، وادوني خبر ان كل عمال النادي الاهلي تم تسليمهم شنطه رمضان هديه من النادي الاهلي. وكاتبين لي وقول هديه من الاهلي وليس من الخطيب ولا مجلس الاداره، لان ده الاهلي بيعمله عبر كل ادارته وعبر الزمان تقديرا لعماله وليس منه من احد. شايف حتى الخبر جاي باحترام ازاي؟ فابدا معاك بالخبر الانساني الجميل ده. يعني يمكن دي عاده النادي الاهلي دايما، ويمكن حتى احنا لما اتكلمنا رغم ان كل الانديه كانت بتفكر والبعض خد قرارات على مستوى العالم كله مش مصر بس، يعني جدوله مستحقات اللعيبه، تاخير اقساط العاملين، الكلام ده كله، لكن مجلس اداره النادي الاهلي كان واخد قرار كل المرتبات تتصرف في ميعادها، خصوصا العاملين وخصوصا الموظفين، ولا مساس بحقوقهم خصوصا في ظل رمضان ودخله العيد والالتزامات الماليه اللي على الكل، لكن اللعيبه هي بس اللي تم تقسيطها كل شهر على شهرين. فيعني منذ ساعات تم صرف مرتبات شهر ابريل بالكامل بدون اي تاخير، وزي ما حضرتك بتقول بالفعل دلوقتي شنطه رمضان اللي هي الهديه السنويه اللي الاهلي بيعملها مش مجلس الاداره زي ما حضرتك بتقول، عاده النادي الاهلي بيعملها لكل سنه وكل موسم. يمكن احنا مفتقدين بقى الموسم ده افطار رمضان اللي كان مجلس اداره النادي الاهلي برضه على مدار السنوات الماضيه بيعمله
في نادي الاهلي، يمكن كنا موجودين الموسم اللي فات والمواسم اللي فاتت، لكن طبعا الحظر وظروف كورونا بتحول هذا بتحول دون اتمام مثل هذه الامور. لكن النادي الاهلي دايما كعادته لا مساس بحقوق العاملين، لا مساس بالموظفين والعمال الغلابه، اللي يعني ده اعتقد توجه دوله مش توجه نادي ولا يعني الاهلي، وفقا حتى الكلام اعضاء مجلس الاداره وفقا لقرارات الحكومه المصريه وتخفيف الاعباء على الموظفين والعاملين، فده قرار دوله والتاكيد على حرص وحقوق العماله المؤقته. فيعني مجلس اداره النادي الاهلي يعني له كل التقدير في هذا الملف، يعني على غير بعض الانديه اكيد اللي بتعاني وعندها مشاكل في هذا الملف. يعني دي حاجة كويسة، معذرة والله مش بحب أنكد على حد. في المقابل كلمني ثلاث نجوم كبار من نادي الزمالك، جابوا شنط رمضان عشان يوزعوها على العمال، الأمن منحهم وقال لهم رئيس النادي مانع، وقتها احنا قلنا لا راحم ولا سايب رحمة ربنا تنزل. يعني ده كلام، شوف هنا يعني حتى الخبر جاية النادي الاهلي وليس اشخاص، هناك حتى ما يقبضش ومانع ان الناس تساعد العمال. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. خلينا نطلق حملة دلوقتي مع احمد السيد قبل ما نروح للاخبار، اسمها حملة مساندة الكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني انا اقدر جدا طبعا الموضوع بذرته رماها الكابتن محسن صالح، وانا اقدر الكابتن محسن صالح ولجنة التخطيط، ولكن تفخيم الموضوع بتاع رامز جلال وتصوير كابتن سيد عبد الحفيظ مع علي معلول مع الشناوي مع كهربا في رامز مجنون رسمي السنه دي، للاسف الشديد الوم على لجنه التخطيط انها اخرجته للاعلام، وهذا ليس طبع النادي الاهلي، يعني اخرجته للاعلام بشكل مش كويس، وبدات تحصل ضغوط مش كويسة من بعض الصائدين في الماء العكر للنيل من سيد عبد الحفيظ. وأنا هنا أجلي بشهادة، أنا راجل قديم، بدأت المهنة دي سنة 89، وكنت صديق مقرب للكابتن ثابت البطل رحمة الله عليه، والناس كلها عارفة كده، وكان بتربطني بيه علاقة حب ومودة وأخوة، كانوا بناته لسه صغيرين، وأحلى فترات عمري خدتها مع الحاج محسن طنطاوي ربنا يديله الصحة، وايام سبل مع الكابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه، يعني اتمنى انكم انتم تتذكروه بالفاتحه والترحم عليه. انا شايف اني افضل من تولى هذا المكان بعد الكابتن ثابت البطل، الكل اجاد. يعني الكابتن هادي خشبه اجاد، الكابتن وائل جمعه اجاد، كل من جاء اجاد، كابتن حسام البدري لما كان قائم باعمال مدير الكره اجاد، ولكن افضل من تولى بعد الكابتن ثابت البطل هو سيد عبد الحفيظ. مش عايز الحملة تأثر على الكابتن محمود الخطيب أو المغرضين ينالوا من سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ قيمة وسيد عبد الحفيظ محترم، وأرى أن تغيير أو التآمر على سيد عبد الحفيظ سيوقع الإدارة في خطأ فادح. أنت في مرحلة استقرار وملفات مستقرة، وسيد نضج ووصل له كل التركيبه بتاعت الاهلي بمبادئه، الحفاظ عليها حفاظ على كيان كوره من وجهه نظري الشخصيه، وربما اكون خاطئا. فانا النهارده باطلق حمله من خلال هذا اللايف اسمها هاشتاج مسانده سيد عبد الحفيظ، كلنا مع سيد عبد الحفيظ. بكره عندي ملف كامل ومهم، تفاصيل لاول مره تتقال، حقيقه حلقه رامز وأزمة سيد عبد الحفيظ في النادي الأهلي، وكيف أنا بحترم اللجنة الفنية للمرة المليون، وبحترم قراراتها والحفاظ على حقوق الأهلي المالية فيما يخص الخروج والبث التلفزيوني، ولكن الإطار اللي تم التعامل بيه ما فيهوش خبرة، مع إن الكابتن محسن صالح قيمة وقدر، والكابتن زكريا ناصف وخالد بيبو أعضاء اللجنة قيمة وقدر، ولكن أنا شايف إن الموضوع فك منهم. يعني الاجتماعات بتتسرب، الاعداد بتتسرب، الكلام بيتسرب، في النهاية موضوع برنامج ترفيهي كل سنة بيتعامل دون ضوضاء وشوشرة، اعتبروا رزق زيادة جال اللعيبة يا أخي،
وبعد كده لو هتاخد حق النادي الاهلي انت معلم الناس في قاعده مغلقه، تعالى خدت كام كذا حق الاهلي كذا. انا كنت في برنامجي لما عاوز اطلب لاعب من الاهلي الاستاذ جمال جبري يقول لي عندنا اللائحه الماليه النجم فلان الفئه الف تدفع للاهلي كذا وبعد كده تتفق معاه، الفيلم كذا تدفع للنادي الاهلي كذا وتتفق معاه، اللاعب الفئه كذا تدفع للاهلي كذا وتتفق معاه، وما كانش حد يعرف ان احنا بنعمل ده. لان مفيش حد بيطلع في النادي الاهلي الا طبقا لقواعد ماليه وامور، لو الاهلي وافق لك بتسدد الرقم طبقا للائحه، وثم بعد ذلك تتفق مع النجم هو ورزقه، ممكن يجي لك ببلاش، بس موافقه الاهلي طبقا للرقم، عامل الرقم طبقا للفئه وليس طبقا للاسم، على كان ما يبقاش في ضاني وماعز ولا خير وفقوس، واول مره اتكلم في هذا الملف. أول مرة أتكلم في هذا الملف، فبكرة عندنا كلام مهم جدا في موضوع الكابتن سيد عبد الحفيظ، بس النهاردة سأطلق كلنا سيد عبد الحفيظ، كلنا سيد عبد الحفيظ، أنا عارف إن السوشيال ميديا مؤثرة وصفحات النادي الأهلي والمواقع اللي بتتكلم باسم النادي الأهلي بيراعى رد فعلها مع الإدارة. الغرض كان نبيل من الإدارة التخطيط والكابتن محسن صالح، ولكن اتقلب الغرض النبيل الى غرض سيء للتآمر على سيد عبد الحفيظ. كلنا سيد عبد الحفيظ وكلنا مع سيد عبد الحفيظ، تعامل مع الاعلام راقي، تواصل مع الاخرين راقي، تواضع منقطع النظير، فاهم للوائح، متمكن من ادواته، عارف بيعمل ايه، عارف بيعمل ايه. وانا نادرا لما اطلع اتكلم عن حد كده، ولكن انا بقول كلمة حق واحنا في رمضان، كلنا سيد عبد الحفيظ، عايز اللايف كله يبقى كلنا سيد عبد الحفيظ في هذه الحملة التي اطلقها الان دعما ومساندة للكابتن سيد عبد الحفيظ، المحترم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ. تفضل يا استاذ احمد. طبعا بحييك على الحمله والمسانده دي وضم صوتي لصوتك. الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا قيمه وقامه، وفعلا من وجهه نظري افضل مدير كوره جه مش فان نادي الاهلي بس، لا ده في كل الفرق المصريه بعد راحل ثابت البطل، حد عارف شغله، عارف حقوقه، عارف التزاماته، عارف قيمه النادي الاهلي، متربي في الاهلي، عارف قواعد النادي الاهلي. فالكابتن سيد عبد الحفيظ يعني لو اتكلمنا عنه اكيد مش هنديله حقه، يعني يحمل يعني كل الكواليس والاسرار، ما بيتكلمش مع حد. لكن انا برضو مستغرب ومندهش لبعض الحملات الاعلاميه. برافو عليك، برافو عليك. التقليل من قيمه الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني حضرتك يا استاذ عبد الناصر تتابع خلال الايام الماضيه والفترات الماضيه اخبار بتنزل مغلوطه، سفر الكابتن احمد سيد عبد احمد يا سيد احمد يا سيد احمد يا سيد بالتجديد. احمد يا سيد مش عارف كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي بيتحمل ملف عدم تجديد احمد فاتن. بعد كده كابتن سيد عبد الحفيظ يرفض الدخول والمشاركه يا احمد يا سيد. عايز اقول لك على حاجه، تقليل الرواتب واكد انه عايز ياخد مرتبه بالكامل وهو اللي عامل ازمه. اتقال الكابتن سيد عبد الحفيظ بيخش في خلافات فنيه مع مستر فاينر وبيخش في اختصاصاته، اتقال ان الكابتن سيد مش عارف بيتكلم فنيا ودخل في خناقه مع رمضان صبحي، يعني بيتبج باسم الكابتن سيد عبد الحفيظ على مدار الايام الماضيه والشهور الماضيه في كلمات وافعال واخبار مغلوطه تماما. فاكيد ده لو هدفها اكيد هو هدفها لانهم يعلموا قيمه الكابتن سيد عبد الحفيظ، قيمته وازاي هو الدرع الواقي وحامي يعني النادي الاهلي في هذا الملف، وبيعرف يتكلم امتى وما يتكلمش امتى، ويوضح بعض الامور وما يوضحش امتى، ويوضح حاجات يعني بتشغل انديه ثانيه في اوقات معينه. فالكابتن سيد عبد الحفيظ ليه قيمته، فالبعض بيحاول يعني يقلل من قيمه الكابتن سيد عبد الحفيظ لان عارفين ان الاهلي عنده ميزه في حته منصب مدير الكوره، هم عايزين يوقعوا الحته دي. فانا مع حضرتك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتعرض لحمل ممنهجه، ويمكن لجنه التخطيط بتناقش يعني ملف الظهور الاعلامي وبتناقش هذا الملف، يمكن اللعيبه اللي طلعوا سجلوا مع رامز فما عندهمش مشكله لان هم رجعوا للكابتن سيد عبد الحفيظ، والسيد عبد الحفيظ عنده الاثوريتي وعنده الباور ان هو يوافق على ان اللعيبه تطلع تسجل ولا ما تسجلش. لكن طبعا في لجنه التخطيط البعض قال كان المفروض كابتن سيد يرجع الاول للنادي، كان المفروض مستر فايلر لما عمل حوار مع كابتن احمد شوبير وسيف زاهر يكون في برضه موافقه رسميه من النادي. فالناس في لجنه التخطيط يمكن انا مع حضرتك ان ما كانش من المفترض الموضوع ده يتم تواجده في وسائل الاعلام او وضوحه بهذا الشكل، ولكن هو بيحاول يحطوا سياسه عامه بخصوص هذا الملف.
لكن طبعا ان النادي الاهلي منذ ايام وضح بشكل رسمي انه بيناقش هذا الملف واكد للجميع المعلومات اللي بيتم ترديدها في وسائل الاعلام المختلفه. فانا معاك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يجب مساندته لقيمته، يعني قيمه الكابتن سيد وقيمته كمدير كوره للنادي الاهلي الصراحه. خصوصا ان في مقارنات بدات تتكلم عنه وتقارنه بالفاشل امير مرتضى منصور، وانا برفض هذه المقارنات، والحمله بدات مدبره على قناتهم الملاكي، وللاسف الشديد بعض الاهلاويه دون وعي مكنوا الاخرين من العبث. ودلوقتي بتشوف جالية مش عارف خالد الغندور بيعمل لك مقارنه ما بين عظمه ثابت البطل وان سيد عبد الحفيظ ما ينفعش يبقى في المكان ده، ومش عارف كلام حق يراد به باطل. اتمنى من سوشيال ميديا برنامج لا يخرج عن الهزار، برنامج كوميدي ما فيهوش ولا يا عم. انا عايز بص عايز اقول لك على حاجه احمد، كابتن حسام البدري لما كان مدير فني للنادي الاهلي ما هو طلع وسجل مع رامز، كان اعتقد وقت لما كابتن حسن حمدي كان رئيس النادي الاهلي، يعني الامور بسيطه يا احمد. يا احمد بتستغل كره النار دي وتقعد تكبرها وتضخمها وكان في يعني ازمه.